تعالوا جمعوا ورا جمعوا ناشئين ناشئين برا المليون عمي قوتكم عمي احنا عالقين بدبي عمي دخيل الله ودخيلكم عمي نقذونا ردونا ابوي بغداد لهنا للعراق ويا احنا ناس الضيف تحضير مالي ماكو شبابنا نادي يفترون عمي شوف القطعة علينا عمي عمي احنا جينا اسبوع هنا سياحة نوصل 15 يوم عاقل بدبي عمي عمي نقذونا نقذونا عمي رجونا لبغداد للعراق بويا بلدنا عمي مروتكم احنا علاج خلصنا انا بيها سكر وضغط لكن كل شيء ماكو عمي ماكو مساعدة مالية كمان ابويا نام بالشارع ابو الفندق حاجة جوازاتنا ابويا دخيل الله ودخيلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي تظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. كما شاهدتم في هذا المقطع مشاهدينا الكرام، الأزمة أزمة تفشي وباء كورونا في العالم وفي العراق بشكل خاص لا تقتصر فقط على الداخل العراقي بل حتى من هم في الخارج. طبعا هذه مناشدات من عراقيين عالقين في دولة الإمارات في مدينة دبي تحديدا، لا يستطيعون العودة إلى العراق بسبب إغلاق الحدود بين البلدين، ولا يوجد تدخل حكومي لإرسال على سبيل المثال طائرات خاصة لانتشالهم لإخراجهم، اتباع وسيلة ممكنة بالتعاون مع دولة الإمارات من أجل إجلاء الرعاية العراقيين الموجودين هناك، باعتبار أيضا أن الإمارات دولة عالية التكلفة بالنسبة للمعيشة وللبقاء فيها، وبالتالي يصعب على كثير أن يستمروا. كما استمعتم إلى الرجل الكبير في المقطع، لا توجد تحويلات مالية يمكن أن تبقيهم أكثر، يصمدون أكثر في الإمارات، ليس فقط في الإمارات، في بلدان كثيرة. دعونا نشاهد هذا المقطع وهي مناشدات لعراقيين من مدينة اسطنبول في جانبها الآسيوي تحديدا في مطار صبيحة عن أنهم عالقون في المطار ولا يستطيعون العودة إلى العراق بسبب إغلاق الحدود، وكذلك لا يمكنهم الاستمرار بالبقاء في تركيا، فنشاهد. عليكم طبعا اليوم مطار صبيحة، اليوم الناس حاجزة لبغداد وعلى أساس اكو طيارة من مطار صبيحة لبغداد، والطيارة ماكو حاليا، لا اكو سيستم موجود بالمطار صبيحة على أساس اكو طيارة ولا يعزنون، وهاي الناس شوفوها المرضى الكبار بالعمر النساء الأطفال، وحاليا دي ناجدون القائمين على هذا الموضوع. السلام عليكم. السلام عليكم أخي، شنو الموضوع؟ ما حجزنا على فلاي بغداد، قالوا على اساس اليوم اكو طيران، اي فعندنا امراض سرطانيه، هسه هو ذاك هو نايم هناك مسوي له عمليه امراض سرطانيه. تمام يا اخي، والله العظيم خلصت فلوسنا، لاكو تحويل لاكو اي شيء، يعني هسه احنا شنو ظلتنا هنا؟ لا يعني انت مو شغلتكم واكيده لا تطونها، يعني ما يصير هيك، لا وين نرجع مثلا؟ سلمنا مفاتيح الشقه، وين نطوج وجهتنا؟ لازم يشوفوننا حل. هذا ما تحدثنا به مشاهدينا الكرام عن موضوع خلية الأزمة وهذه اللجان التي تشكلها أحزاب المنطقة الخضراء، سلطة المنطقة الخضراء لمعالجة الأزمات الموجودة. الأزمة لا تقتصر فقط على وجود فيروس كورونا في العراق، إغلاق الحدود وتقطع الطرق أيضا ساهم في أن يصبح هناك عراقيون عالقون في بلدان أخرى يريدون العودة إلى بلدهم ولا يستطيعون، وهنا يأتي من المفروض يأتي دور الحكومة بالتنسيق مع دول أخرى من أجل إجلاء رعاياها من هذه البلدان من أجل إعادتهم إلى العراق. لم نرى هذا التصرف، كما شاهدتم في هذه المقاطع عراقيون عالقون في دول كثيرة لا يستطيعون العودة ولا يمكنهم الاستمرار بالبقاء. معنا السيد علاء من كربلاء، تفضل يا علاء. علاء تفضل يا علاء، حياك الله. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظكم، شلون القناة؟ الله يحفظك، الله يخليك خويا. الله يسلمك. أقول لك خويا رحمة، أنا وجهك بس أريد الناشي رئيس التجارة وزير التجارة العفو. نعم. من قناتكم، يعني لا كمية لا تمة لا طحين، إحنا ناس كسبة. نعم. ضالين، لا عندنا شغل لا عمل، كمية ماكو، طحين ماكو، زيت ماكو، سكر ماكو. نعم. وين نروح؟ يقولوا لنا ظلوا بالبيوت على مود المرض. ادري ناس يشرب. نعم. شغل ماكو،
كمية ماكو، تروح للوكيل الطحين ماكو، زيت ماكو، سكر ماكو، طوز ماكو، صابون ماكو، لازم نشتري من السوق، فلوس ماكو، رواتب ماكو. نعم. احنا الكسبة شلون بينا؟ اريد الناشد الحكومة الشرفاء، يعني ماكو واحد من الوزير يأتي يقول هاي الكسبة من التاكيل من التجرب، شلون بيهم الحدة اصلاب حوائل اصبنا حوائل، شلون بينا يا ناس يا عالم؟ نعم. تسمحنا الدول العالم خد يسمحنا مستر درام الناشد مستر درام بعد يخلص من هذول السياسيين الحرامية دمرونا قتلونا، نحمد الله ونشكره على هذا المرض مصد كل الكرة الأرضية. يعني لو طاج بس العراق كان عافونا وشدوا عوائلهم والأموال وشردوا. نعم نعم. هاي وحدة. ثانيا الناشد أستاذ محافظ كربلاء أستاذ الصيف السيد الصيف كان يروح السيد قبل يومين بمحافظ كربلاء باب طويريد عنده بساطة احنا على باب الله. نعم. اجوا بالشفرات وبالسيارات حملوا غرامنا وفلشون فرقوا مكاناتنا واحنا قاعدين ببيوتنا، اخذوا حلالنا اخذوا ميازتنا اخذوا مزواجنا، وين نروح؟ نروح نداعي يقولون لا حد يطلع ممنوع التجول. نعم. هذا محافظ كربلاء الساد الصيب. نعم. اللي يحسب نفسه سيد وبراء منه الساده، يعني هذا مطلوب دم للمظاهرين للمتفضلين، مطلوب دم ويسوي هيكل بمحافظ كربلاء الله يقبل محمد. نعم. ورئيس الوزراء وين المرجعيه؟ وين السيد مقتدى الصدور؟ وين ما تعرف كم راح يسوون فينا؟ يعني اللي يردونا بالبيوت شنو قصد هو من تكون الجهات ما نفهم. وشلون حتقضوها يا علاء؟ شلون حتقضون هالعيشه وانتم بهالحال؟ والله 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 واقسم براس الحسين وبالرضيع والله ربع دينار ما عدنا، دبك غاز ما عدنا، ناس كسبه. نعم. ناس كسبه ما عدنا، ما عدنا احنا ما جلسنا باكيت دقاير، احنا ناس كسبه. نعم. يعني شو يصير على رئيس الوزراء لو رئيس جمهوريه كل مواطن عراقي على بطاقة مستومية 300,000 لما نخلص هاي الأزمة نقضيها يومية 10,000 ما يخالف عني. نعم. يعني لا عندك راتب، لا عندك وسيلة عمل، لا تقدر تطلع تشتغل بالشارع وفوق الضيم هذا محافظ. صار لك ايش قد على هذا الحال يا علاء؟ أنا صار لي 10 أيام ربع دينار ما عندي، في يوم بعت خبز يابس وجبت طماطيات وبتيتات قبل جهالي. لا اله الا الله. يشهد علي الحسين وانا بارض كربلاء وبارض الحسين. لا اله الا الله. خد تسمعنا الناس، احنا ناشدنا المرجحيه ما سوت لنا حل، ناشدنا الدول ما سوت لنا حل، الناشد بس بالدرام يخلصنا من هاي السياسيين واحنا نهولته ونوقفنا وياه. بعد ما الناشد اي واحد. لا اله الا الناشد بس بالدرام خيخلصنا من هذول السياسيين الحراميه في القدارات. دمرونا دمرونا والله الله يدمرهم ان شاء الله، عساها بحوائلهم ان شاء الله، هذه المره تطقهم ان شاء الله، يطق حوائلهم ان شاء الله، يطق عشائرهم. عمي ما عندك فلوس 1000 دينار عراقي ما يملك ربع دينار، يبكي انا ابكي بدي تبكي على ربع ماكو، وين صايره هاي؟ وين صايره؟ خلينا نسمع مزح محافظ كربلاء استاذ الصيف تروح تفلس غرابنا باب طويل ليش؟ 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 الله يقبل محمد متفيد تقول انا برسول الله وقت محافظة كربلاء طببونا بالبيوت ممنوع تجي تحمل غراب العالم فوق الألف مواطن، ألف كاس البيت من يرضى؟ اسمعنا العالم، خلنا اسمعنا الكرة الأرضية، راح نموت وراح هاليوم ماكو ممنوع نطلع عنك، هنموت خير سنة الموت المرض ولا يكتبونا هذول السياسيين الحرامية القدارات. وين نروح؟ وين نروح نشتغل؟ يلا فهموني يا ناس يا عالم. يعني بطاقة يومية ماكو، وين صايرة؟ وين جازة من الحين ماكو، سكر ماكو، زيت ماكو، ليش؟ خيطولنا عمي بالنسبة على البطاقة يومية، كل مواطن إلى هالقد عقب هذا الشهر ماله. دمع الله يخلصنا من هذا الانتقام. الله يكون بعونكم يا رب، الله يكون بعونكم، أنا أشكرك سيد علاء من كربلاء. استمعتوا إلى هذا الكلام مشاهدينا الكرام. ولا يوجد تعليق نهائيا على ما ذكر، يعني نطق بكل وجع وبكل معاناة عن الحالة التي يعيشها هو وعائلته. السيد أبو زكريا من كركوك تفضل. الله يحفظك ابني، الله يحفظك، الله يسلمك ان شاء الله، الله يرحم شهداء العراق والله يسلم الجرحانة.
بالنسبه للغارين والله يرحم الشيخ الجليل حافظ الغارين يا ابن العزيز، يعني تقول العراقيين ما يخليهم يطبون، ليش الايرانيين يطبون والحدود مفتوح للايرانيين؟ هاي نقطه. نقطة ثانية والله العظيم أنا اليوم أعلنت عندي بنتي 6 سنوات عمرها أبيعها، لو أبيع كليتي في قبيلة حيك حيك. هذا مو هذا المزارع الضالة الفار ياكلها والدود ياكلها، ليش ما هذول السياسيين ليش ما يوزعونها على الشعب؟ الشعب هذا فقير، العالم قام ياكل بالمزارع. إن العزيز بالقرآن العظيم يقولون بس والله العظيم بالقرآن واحد للسوق من الزبدي خذ الله عليه مطين 3000 دينار يشتري طماطم وطماطم على الدجاج. يعني إلى متى احنا العراق نصيب بالسياسيين والحراميه هذول يقومون بالمليارات وانا ابدي بالشوارع وانا ابدي بكريتي حتى انت جاهلتي جاهلي وهذولي للبعض قالوا انت تبيع بالعمر فوق 80 سنه ما يصير ما يرحم ان شاء الله. هم خلف الله عليهم شالوا لي 5 سنين وجابوني على البيت. الله يرحم العراق، الله يشفي العراق ان شاء الله. بعدني رسول الله، يا الله خلص لنا الحراميه، خلص لنا الايراني الكفره جابوه على العراق، باعوا العراق من 2003 لحد اليوم. يا ابني الحمد لله والله الحمد لله بنفوح بعين. يعني وين نروح؟ وين نخلي راسنا؟ اليوم جبنا ما ادري شلون. والله ما ادري شو لك يا محمد. العراق باعوا هذول الحراميه السلسليه هذول الجماعه الفرس المجهول مسيطرين على العراق. ما نقدر نحسي، ما نقدر نشيل راسنا. 100 حرامي يكون مجال الكوره زياد. والله الله يخبر على هاي العراق العظيم والعلماء. يعني نعم. كل العالم تعلموا من عندنا حتى احنا صرنا هيك عراقيين يا محمد. الله كريم، الله كريم، الله كريم. مظلوم هذا محمد، مظلوم. لا اله الا الله. أنا أشكرك أبو زكريا. علي من الناصرية، تفضل يا علي. من عليك. وعليكم السلام. شلونك أخوي أستاذ؟ الله يسلمك، تفضل. ألو. وياك يا علي، تفضل. علي. قد اتصال مع علي. سيد أبو عبد الله من لندن، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أخي محمد الشاعر يقول: لقد أسمعت لو ناديت حيا، ولكن لا حياة لمن تنادي، ونارا لو نفخت فيه أضاءت، ولكن أنت تنفخ في الرمادي. يعني هؤلاء المسؤولين الدولة والحكومة، يعني الله عز وجل عندما يذكر في القرآن يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل سبيلا. يعني اسمح لي أقول هذا الكلمة، صدقني الحيوانات أحسن منهم، لأن الحيوان أيضا يرحم على الحيوان. يعني الناس الآن، أخونا زكريا، أنا أقول لأخونا أبو زكريا، الله عز وجل يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة، واستعينوا بالصبر والصلاة، إن الله مع الصابرين. اصبروا لهذا ابتلاء، فالمؤمن إن شاء الله يكون قوي وصابر. فالله عز وجل يعني توعد الظالمين، قال: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. أخي محمد، أنت سألت، يعني الآن ناس عالقين في دبي أو في تركيا أو في مكان، يعني الحكومة إيش فعلت؟ والحكومة إيش فعلوا؟ ماذا قدموا للشعب العراقي؟ يعني الآن هناك آلاف الصرخات، هناك نساء أطفال في المخيمات لاجئين جوعة ومرضى. إيش قدموا للشعب العراقي؟ لما قدموه، يعني الذي فعلوه سرقة المليارات وجوع الشعب ويأججون يعني فتنة. يعني إلى أي حال وصل العراق والعراقيين، وصلوا إلى أنه
يطلع واحد مثل علاء من كربلاء يقول قمت أبيع خبز يابس حتى أجيب كم طماطاية وكم بوتيتاية، رجعونا لما قبل الحصار، لأسوأ من الحصار اللي مر على العراقيين بالتسعينات. أخي محمد، يعني بكل تأكيد الذي يعني الناس العالم يرى جرائمهم صورة، يعني الشعب العراقي يعني يتألم، والناس يعرف كم سرقوا، كم سرقوا من المليارات وسببوا فتنة طائفية وقتل وتهجير. فيا أخي الآن قبل أيام كتلة السائرون قالوا نحن الشيعة فشلنا في التكبر والعناد والجهل والتخلف. أنت الآن يعني لا تستطيع إدارة دولة، أعطي مجال لواحد آخر يا أخي، خلي ناس يأتي واحد يحكم بالعدل، يحكم يكون عنده رحمة للشعب، يكون رحمة للأطفال والنساء. فأنت لا تستطيع، خلاص تنحى، أعطي مجال لآخر. إيش هذا التكبر؟ إيش هذا العناد؟ يعني أنت الآن يعني أخي عندما تموت، اسمح لي يا أخي محمد، عندما تدخل إلى القبر هل تأخذ المليارات معك؟ لا، ما تأخذ معك. يا سيد أبو عبد الله، إحنا بدنا نتكلم عن قضايا كثيرة، من ضمنها الناس اللي عالقة بدول أخرى، ذولا شنو مصيرهم؟ يعني من في داخل العراق أيضا هو في مأساة وفي معاناة كبيرة، لأنه هو ما عنده القدرة أنه يأكل ويشرب مثل باقي العالم بسبب فرض حظر التجوال. الناس اللي برا اللي حالها أسوأ حتى الآن، اللي عالقين في بعض الدول حال حتى أسوأ من اللي بالداخل، لأنه ما عنده أي شيء، يعني لا فلوس بقت عندهم. ناس اللي شفتهم من دبي محجوزة جوازاتهم في الفنادق وما قادرين لا يبقى بالفندق، لا يرجع العراق، لا يقدر يستلم حوالة مالية تعيشه، أيضا في مأساة كبيرة. يعني الدولة لي وين تريد توصل بالعراقيين؟ إلى أين؟ أخي إلى المجهول. أنا مثل ما قلت الدولة، هؤلاء مثل ما قلت لا يهمهم إلا أنفسهم وعائلتهم وأطفالهم وأقاربهم، لا يهمهم الشعب العراقي. يعني الآن مثلا دولة الكويت عندما شاف هناك، عندما جلب مواطنين قدم لهم كل التسهيلات، القطريين وغيرها كلهم قدموا أماكن الحجر الصحي وفي فنادق خمس نجوم، لكنها يعني مواطنين الشعب العراقي في كل ما في الخارج يتألمون وفي الداخل يتألمون. وإن شاء الله الله عز وجل إن شاء الله بإذن الله سيفرجها إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا يا سيد أبو عبد الله، كنت معنا من لندن. السيد أبو فيصل من السعودية، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك أستاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله. الله يحفظك، تحية لكم، تحية قناة الرافدين، تحية الكادر الطيب. الله يسلمك. والله أحضرني محمد حوار مع أبو زكريا المحترم والأخ علاء من كربلاء. يعني العراق أبو الخيرات، يعني أصبح العراق يعني يقول بان ربع دينار العراق أبو الخيرات. يعني هم مجموعة عصابات، ولكن الأمل بالله ضم بالشعب العراقي إن شاء الله، وثورة تشرين مستمرة إن شاء الله. إذا ما سقط هذا النظام لن يستقر وضع العراق. العراق في مأساة في ضد هذه العصابات. هذول كلهم مجرمين يقاتلون مع النظام الإيراني في الثمانينات، وهم مجرمين يعني لا شك فيهم، هذول خونة عملاء، كلهم عملاء ويقاتلون ضد الشعب العراقي. ولكن إن شاء الله ثورة تشرين ان شاء الله قريبه، ان شاء الله قريب تسقط، لانه لن يبقى. والشعب العراقي شعب ان شاء الله شعب الانتصار، سوف ينتصر عليهم، والحق ينتصر على الباطل غصبا عليهم. والتحيه لك. شكرا جزيلا. سيدة ام زينب من بغداد، تفضلي. احيي قناه الرافدين. اهلا وسهلا اخي الكريم. رم صوتي على صوت العم ابو زكريا. واحب اقول له اكل الاف مثلك جاي يبيعون كلياتهم، يبيعون جهالهم، يبيعون نساويهم على مود الفلوس، على مود المعيشة. أخي العزيز أكو ناس مرضى يروحون عدة فترة ما عندهم فلوس ويطردونهم. أكو ناس ما عنده فلوس إيجار تمطي، ينطوهم مهلة مدة فلان شهر فلان يوم تخلي البيت، فلوس ما عندهم. مساعدات ماكو، قليلة. أخي العزيز أحنا العراقيين من إجانا هذا المرض غير من إيران، ولحد الآن جاي يجيبون إيرانيين قشق يفوتونهم يدخلون العراق. والله حتى بشكل رسمي يا أم زينب، وبشكل رسمي دي يطبون للعراق، ما يحتاجون إنه يدخلوهم تهريب. سادين الحدود وما أعرف شنو شو، ما سادين الحدود. لحد الآن ناس جاي تجي من خارج للعراق. نعم.
اخي العزيز حتى مواد غذائيه ما عندنا، معلين الاسعار، احنا نتوازى نطلع بالشوارع نجدي ونروح النقط الشرطه نطلب منهم مساعدات. يعني هاي الغيره العراقيه احنا ايش وصلنا؟ وين الخير؟ خيرنا وين راح؟ الله يرحم الشهيد صدام حسين. ام زينه بس احنا حتى طيب اللي راح احنا كنا بدنا نسال ونقول من البدايه من اول يوم بالاحتلال مو جوي وعدوا العراقيين بحياه كريمه، مو قالوا خلصناكم من نظام دكتاتوري قمعي عيشكم بالفقر وعيشكم بالجوع وبحروب؟ طيب انتوا ايش قدمتوا؟ انتوا ايش قدمتوا للعراقيين احسن من اللي مضى؟ احنا ما ندخل حتى هنا بمقارنات، احنا نقول النظام اللي فات خلص راح انتهى الموضوع. انتوا جيتوا بعهد جديد وقلتوا حنبني العراق الجديد وعراق الديمقراطيه وعراق الكذا، وينها على الارض هاي؟ وينها؟ وين الوعود اللي اطلقوها؟ هم اخي العزيز هم كل شيء ما قدموه للعراقيين غير القتل والبوق، كل شيء ما قدموه، مو قالوا يطلعون المساجين بالعراق كفاله على مود هذا المرض كذب، روح شوف السجون مليانه لحد الان، واني طيب. اخويا مديون جاي نطالب بس يطلعونه بكفاله لا يطلعوه، يطلبون عندنا دفتر، زين احنا دفتر من وين نجيبه لك؟ نعم الله يكون بعونكم يا ام زينب. انا اشكرك. سيد سعد من الكويت تفضل. يا هلا استاذ محمد، اولا الزلم والنشامه والزلم تريد حقوقها المهضومه المسلوبه. نعم. استاذي بالنسبه ايضا لمن يستخدم العنف والقسوه طبعا مدانه. نعم. ولكن نتمنى من السيد السيستاني يشور بمن يعذب الناس بالمعتقلات والاحتجاز، نتمنى من السيستاني يشور بهم من يعتدي على نعم. المحتجزين وكذلك المتظاهرين يا أستاذي. طيب. لأنه لا يجوز إسلاميا إنسانيا إخلاقيا وطنيا. طيب. كذلك يا أستاذي ننادي بالعدالة والإنصاف كليا، ونناشد الجهات المختصة مكافحة البطالة والتلوث وتوفير نعم. عمل للعاطلين، وأعطوهم من مال الله الذي أعطاهم إياه رب نعم. العالمين، ومحاسبة من ينتهك المحرمات والأذى البليغ. تحياتي لكل البرامج. شكرا جزيلا سيد سعد من الكويت. أبو عمر من أربيل تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سيد محمد شلونك أبويا؟ الله يسلمك الحمد لله بخير تفضل. حبيبي أنتوا سوونا فتشارة إسقاط جنسية، طلعونا من العراق نروح لأفريقيا نموت هناك أحسن من ما قاعدين هنا. ليش يا أبو عمر؟ رواتب ماكو، اشياء ماكو، شو نسوي؟ واقعين بيد حراميه من اول الى الاخير، حتى الفراريش مالهم صاروا مليونيريه من وراء رؤسائهم. نعم. يعني الى متى احنا نبقى بهالمرض هذا بدون راتب قاعدين بالبيت؟ احنا الشياب المتقاعدين، الله ما يقبل، محمد ما يقبل، يا اليهود امين ما يقبلون. نعم. نعم يعني شارتنا خلي يسوون اسقاط جنسية عراقية نروح لافريقيا. مو هذا الحل يا ابو عمر، انت رجل فاهم وواعي، هم اللي يطلعون مو انت تطلع، ليش انت تطلع وتعوف حبيبي بلدك؟ حبيبي 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 رحم الله والديك. نعم ابو عمر انا اشكرك للمشاركة، شكرا جزيلا. طيب نقرا الرسائل الواردة على الواتساب الخاص بقناة الرافدين. رسائل كثيرة جدا حقيقة، نبدأ من أول رسالة. السلام عليكم، أنا علي من البصرة، أحب أوجه كلمتي من خلال قناتكم الموقرة، وأتمنى توصل الحقوق الإنسان والبرلمان. إحنا نطالب بالعفو العام للمساجين، وخصوصا أجى هذا المرض وهم أكثر شيء متعرضين إلى، وهاي الأمراض منتشرة بالبصرة. أنا زوجي بالسجن وما عندي أحد بالبيت، إيجار الناس تصرف علي، الناس تنطي يوم ويومين لا، وهم تمل. يعني أنا وين أروح أنا وأطفالي؟ حتى مواجهة ما جاي أروح، ما عندي، تقصد زيارة للسجن، وهم بالسجن يعيشون حالة كلش مأساوية، الأكل ما بيخير يأكلونه ولا نوم يتهنون بيها، والله العظيم يقول واحد ينام واحد يوقف حتى الله ما يرضاها. ونتمنى توصلون صوتنا، وإن شاء الله صوتك ورسالتك تكون واصلة.
السيد أبو حاتم من الموصل يقول: تحية طيبة لك أستاذ محمد وللجميع. أستاذ محمد، المتعارف في العالم القوات الأمنية أجمع لحماية الدستور والمواطن، واليوم نشهد في العراق أن القوات الأمنية لحماية النظام ورأس النظام، وهذا هو فشل الدولة بعينه. متى ما وقفت القوات الأمنية لحماية الشعب والدستور والابتعاد عن بالروح بالدم نفديك يا فلان، أبشروا بالخير والسلام عليكم. شكرا جزيلا. نذهب الآن إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. بالمعقل 50 حوش لو ما حد دقينا على الصحة ما حد يريد المعقل سوق 50 حوش. شوف انه بختلك بختلك وما يكون نزل على وجه خطير والله العظيم. هاي الحالة بالمعقل 50 حوش بالسوق كبار المحل مال الحجي. شو اسمه الحجي؟ الحجي عبد. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. معنا الآن السيد نافع من الولايات المتحدة الأمريكية. تفضل يا نافع. مساء الخير يا سيدي. مساء النور. أهلا وسهلا. توفيق العراقيين جميعا. بس أنا عندي طرح موضوع أحب أن أطرحه بأن العراقيين يتجنبون الحديث فيه. شنو؟ وهو بأن مشكلة العراق هي الفتوى السستاني للجهاد الكفائي. إذا ألغيت هذه الفتوى طيب وتحل الميليشيات يستقر العراق. طالما موجودين طالما العراقيين يطبلون على موضوع خارج السرب طيب فما راح ينحل مشكلة العراق نهائيا. نعم. مشكلة العراق تكمن بوجود الميليشيات، حلها هو الواجب الأول. نعم نعم. سيد نافع شكرا جزيلا. معنا السيد أم أحمد من بغداد. تفضل يا أم أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله بخير. تفضلي سيدة. أستاذ محمد، إحنا على هاي على أبو زكريا من كركوك والقبلة أخ على والله إحنا كل المواضيع اللي تنطرح أنا وأطفالي نقعد نبكي. نعم. اللي غيرنا يعني مع الأسف العراقيين هيك يعانون وهيك يصير بيهم. هذا العراق العظيم. نعم. اللي كان يقدم مساعدات ويقدم ويقدم. نعم. من تعرف العالمين كبير وبالثورة ثورة لمر العراقيين الأصلاء. نعم. هذا المفروض شيء أساسي. أخي المفروض واضح وزير الصحة قصدي. نعم. خاطب رئيس الوزراء يعتبر شهر قابل كان استفزاز. الاستفزازية ما يقدرون يعفوها. نعم. هو حضرة جوال مهم حتى نقدر نحصل لكن تشم. أنا أكو نقطة يا سيدة أم أحمد، أكو نقطة أريد أيضا أتكلم بها وأخذ رأي حضرتك بها ورأي طبعا المشاركين جميعا. الدعوات للبقاء بالمنازل. نعم نحن مع هذه الخطوة وهي خطوة ضرورية ومهمة جدا. الانتشار في الشوارع والاحتكاك هو سبب من الأسباب الرئيسة في نقل الفيروس، لكن الناس اللي دا تدعو على مواقع التواصل الاجتماعي من أطباء ومن كذا، ليش ما دي يضيفون لهاي النقطة؟ ألو. أنه سيدة أم أحمد تسمعيني؟ إيه. نعم. دا أتكلم عن الناس اللي دا تروج لموضوع أو طبعا تساهم في نشر الوعي للناس وأنه ابقوا ببيوتكم، كلام صحيح، لكن ليش ما دا تنضاف جملة أنه الناس الفقرة ذولا مين حياكلون؟ هذا التساؤل ليش ما دا ينطرح هواية؟ يعني الان بصراحه انا اشوف الناس اللي موجوده تروج على مواقع التواصل خليك ببيتك. نعم كلام صحيح، لكن وين دعمك للفقير اللي عايش على الاجر اليومي واللي حيموت من الجوع؟ اذا ولا شلون يعني ليش ما تذكرهم اثناء
نصيحتك للناس انه تبقى ببيوتها، ليش ما تروج لفكره ادعمه؟ ما يحس بيه شبعان، الجوعان ما يحس بيه شبعان. نعم الجوعان عندنا ما يحس بيه شبعان، هاي حقيقه احنا نعرفها. خلينا نتكلم بالعاميه، وهذا نعم. الحظر والتشدد على الحظر بي فائدة لكن بي ضرر أكثر، فلذلك حكومتنا تأكد عليه. محافظ كربلاء أكثر محافظة لاحظة يأكد على الحظر وقطع المحافظة عن أبناء العراقيين. نعم. ليش؟ حتى ما يطلعون العراقيين ويشوفون الوفود الإيرانية دا تدخل وتجي على المحافظة المعززين ومكرمين. لعلمك الفنادق انفتحت لهم، لأن نعم. تعتبر بغداد والعراق محافظة ثانية للإيرانيين، حتى يجون هنا يتعالجون عندنا، ما عندهم نعم. علاج بإيران. والنجف كذلك، هاي الفنادق اللي فتحت السيد الأوصياء دول الضيوف ما شفنا عراقي حجروا بيها. نعم. وماذا يعوضون؟ وينهم؟ اكو مسؤول طلع المحافظ متبرع مسوي فد اجراء للمواطنين انطى للناس المحتاجه؟ اكو مسؤول طلع انطى احد محتاج؟ لا طيب. ابدا. والكوادر الصحيه اللي تتعب ودي تموت ودي تواجه ما لهم اي اهتمام، ايش قد يتاذون؟ دولة عندها قد طرق انه تخلص على الشعب العراقي، تريد تقضي عليه وهاي، والسجناء والمعتقلين طيب. خليهم خلي يروحون نخلص منهم. وهكذا انا اشكرك ام احمد، اشكرك، اكتفي معك بهذا القدر، اكو ناس ينتظرون. بس نذكر هنا مشاهدينا الكرام، وهذا واجب اخلاقي للتذكير بكل عمل انساني تقوم به المنظمات الخاصه الموجوده في العراق، هذا واجب انساني واخلاقي ان نذكر بهذه الاعمال الخيريه للجميع. منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية قامت بتوزيع 250 سلة غذائية وسلة منظفات منزلية على المحتاجين في منطقتي جبيل والشهداء في مدينة الفلوجة في محافظة الأنبار. طبعا هذه المبادرة جاءت بالتزامن مع إعلان حظر التجوال. منظمة أم القرى وهيئة علماء المسلمين في قسمها الإغاثي يقومون دائما ب حقيقة حملات إنسانية إغاثية لكثير، إن كانوا نازحين أو غير نازحين، عوائل متعففة كثيرة. هذا عمل من واجب أخلاقي وإنساني أن نقوله ونذكر به، للإشارة أيضا إلى أن السلطة الحاكمة صاحبة المليارات وصاحبة الموازنات والمسؤول الأول عن الدولة لم تقم بما قامت به منظمات محدودة الدخل ومحدودة الإمكانيات وبجهود ذاتية يقومون بإسعاف ما يستطيعون. العراقيون اليوم يقومون بنفس الشيء. يعني احنا نفهم، احنا نتعلم من الدولة، لو الدولة تتعلم من عندنا. السيدة أم عمر من السويد، تفضلي. الله يساعدك أخ محمد. الله يسلمك، حياك الله، تفضلي. تحياتي لك ولقناتكم الكريمة. نعم. أولا نقول ألف رحمة ونور تنزل على روح حارث الضاري المرحوم اللي فتح هاي القناة وهم توزعون خيرات. نعم. ثانيا قالت الدولة بعدوا ببيوتكم، المفروض صار هشقد هي هاي مرض كورونا انتشر بكل الدول، ما كان تقدر تسوي تموينية للعوائل الفقيرة تعطيها ما شهرين ثلاثة؟ والله عيب منك الدول، شلون يواجهون الدول ما أعرف. ما عندهم رحمة، ما عندهم إنسانية، بالتهين بهذا منصب رئيس الوزارة والكم عيب. هذا الله يرحمه، أسأقر قبل شوي عبد الرحمن عارف الله يرحم عافه ونطاها لغيره، هذا قبل أخو عبد السلام عارف من إجا سفير إيران، المفروض هاي دائما تذكرون بها المواطنين، إجا يقدم أوراق اعتمادي يقول له هل هلا بالشاه إيراني يبلغ تحياته وهاي، يقول دير بالك على شيعة الجنوب، تعارك وياه وشمر الأوراق بوجهه وركض وراتك لهم بالحذاء. هذولا ما مهتمين وما يسدون حدود، لان الحدود مو بيديهم يسدوها. ايران ما توافق عليهم يسدون حدود ايران معتبره العراق ضيعه الها. هذولا جبناء ما يقدرون يقولون اف بوجه ايران. مين الله جابهم علينا؟ الجبان ليش يتحمل سلطه ويتحمل مسؤوليه شعب؟ حرام عليهم، شنو ذنب العوائل اللي قاعده تتالم على قصه الخبز وعلى خياره وعلى البيت؟ والله عيب. ما يخجلون هاي دول العالم، هاي احنا مو هنايا العالم طلعت تسوق ويذبون بالاسواق، شنو انتم من له؟ هذا بلد الخيرات، بلد النفط، مش بعتوا ان راح تخوفوها. طيب ان راح تخوفوها. انا اشكرك سيده ام عمر، اكتفي وياك بهذا القدر، عندنا ناس ينتظرون المشاركه. معنا السيد ابو حيدر من ذيقار، تفضل يا ابو حيدر. السلام
سلام عليكم استاذ محمد. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. شلونك استاذنا العزيز؟ الله يحفظك ويحفظ قناه الرافدين والعاملين اللي يعملون بالقناه الرافدين. الله يسلمك. قبل شويه يعني اضاوع على شاشه التلفزيون، يعني انت صب دموعك الا شويه من احد المتصلين. نعم استاذ العزيز الله يخليك، احنا نريد نسال سؤال، بس سؤال الى رئيس الوزراء ولا النواب اللي موجودين اللي قاعدون في اجتماع. نعم. من ينطون حظر التجوال وممنوع التجول في المحافظات؟ ما يفكرون بالعامل اليومي اللي هو يحصل له 10,000 او 15 وراح يبقى 15 يوم او 20 يوم داخل بيته هو وعائلته. نعم. هذا اللي عنده طفل حليب، وهذا اللي ما عنده لا مسواق ولا عنده طحينه ولا عنده تمنات. نعم. ولا عندنا زيت ولا ينطون بالبطاقه التموينيه، اقول ما يقعدون هم ويفكرون بالشعب العراقي؟ الشعب العراقي هذا العظيم اللي هز الدول العالم كلها. نعم. هسه في حاله خطره. ليش استاذ العزيز؟ ليش يعني ما حد ينظر هالشعب هذا؟ ليش ملتهين بس بنفسهم هم؟ يعني والله عيب، خزي على كل انسان، كل انسان مسؤول شيعي او سني، ماكو فرق الشيعي والسني اللي هم تاركين هالبلد هذا العظيم. صحيح. ليش محتارين قاعدين؟ والله لا عندنا كمامات ولا عندنا شيء. اللي كمام الصندوق اللي كان ب 1000 دينار هسه ب 7,000 و 10,000 تبيعه الصيادله علينا. يعني ما يفكرون هيك شيء. والله عجيبه يعني ما اشوف اكو هيك مسؤولين. اثنين استاذي ولو اطول عليك انا من رخصتك، اثنين نعم هذا الاردن اللي جيراننا هو الاردن اللي سدوا وممنوع التجوال، ورئيس دوله منح كل عائله تجي الارزاق مالهم في بيتهم. صحيح. والشوارع فارغه، رغم انه الاردن فارغة. دوله ميزانيتها ما تجي ميزانيه نور المالكي الشهريه. دوله الاردن ميزانيتها ما تجي مثل ميزانيتنا. احنا كان البرميل النفط ب 120 او 130 دولار وما عايشين وما ماكلين خبزه، كيف هسه وصل الى 30 دولار يا استاذ محمد؟ اذا بلدنا يعني انتهى، هو يعني يذلوننا كل من يشوف له جواز ويسافر غير دول، والدول هاي طبها هذا الفيروس انه احنا راح نموت هنا بدون فيروس، نموت بدون خبزه احنا وجعاننا. وانا اشكرك. شكرا سيد حيدر. شكرا جزيلا. الى رئيس الوزراء قول لأحد المواطنين في محافظة ذيقار ينتبهون للعوائل اللي ما عندها رواتب. شكرا أبو حيدر، وضحت الفكرة، أنا أشكرك للمشاركة. من معنا الآن؟ هل معنا اتصال الآن؟ طيب. الرسائل كثيرة جدا حقيقة جدا يعني، وهناك من لا يزال حقيقة يستمر بالكتابة. نقرأ ما وردنا. أني أم الموصل أناشد كل عقال أو عباية شريفة أو كل شيخ من أهالي الجنوب أن يلحقون ولدنا، والله انظلمنا، نريد العفو العام عن السجناء، ترى الإرهاب 95% مظلومين، والله هاي أمانة برقبتكم وبرقبة كل شيخ عشيرة أو متظاهر. من معنا؟ السيد عماد من كربلاء، تفضل يا عماد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك استاذ محمد؟ الله يسلمك، الحمد لله بخير، تفضل. شلونك؟ ومرحبا بك، احنا هنا بكربلاء مسوين علينا حظر التجوال هنا وقاعدين واحنا يجور يومي. نعم. يعني لا سادين علينا الطرق، يعني واحنا يجور يومي نشتغل ناكل، ما نشتغل ما ناكل. وشلون عايشين هسه يا عماد؟ ايش عايشين؟ اللي يقول لك نطلب مساعدات، لا مساعدات توصلنا وكل شيء مات. مين عندك تطلب مساعدات؟ يعني ما هم يقولون نطير جاي نوزع سلات غذائية كل شيء ماكو. لا حصة تموينية ولا شيء؟ كل شيء ماكو، بس حتى راتب رعاية قالوا راح نطلب هذا الشهر، ما شهر واحد ماكو. شو يقولوا لكم من تروحون تراجعون يا عماد؟ يقول بعد الراس الشهر الجاي كل شهر انتم. وهو ما يدري انه انت الراس الشهر الجاي هاي الايام شلون حتعيشها؟ ما يفكر؟ لا اجرنا صار لنا شهر كامل احنا قاعدين، وروح او مددوا بعد 11/4 يعني العالم تاكله وبالتجاوز احنا. الله يكون بعونكم. يلا شاهد، احنا انا عندي 4 جهال وزوجتي مريضه نعم واربع جهال وكلهم يعني حليب منهم وتكرم حفاضات ما يلحق اليوم.
نعم. انت بيا منطقه ساكن عماد؟ حي الجواد، تجاوز حي الجواد وعنده غرفه واحده ست نفرات قاعدين بيها. نعم. اي والله. نتمنى هاي الرساله صوتك يا عماد. انا اشكرك سيد عماد، الناس اللي الخيره، الناس اهل الخير الموجودين بمحافظه كربلاء. هاي ثاني مناشده من كربلاء علاء وعماد. نتمنى انه تزداد الحملات الاغاثيه اللي موجوده، طبعا هي بجهود ذاتيه، لكن نتمنى انه هي تزداد كل المحافظات العراقيه، لانه حقيقه الاعتماد على هذه السلطه هو امر حقيقه من الجنون. يعني من يعتقد ان هذه السلطه قد تنقذ المحتاجين في مثل هذه الظروف. فالمناشدة ونحن نناشد من المنبر كل أصحاب مقدرة من أهل الخير أن يساعدون الناس اللي ما عندها، اللي الناس اللي عايشة على قوت يومي وتوقفت الآن وتقطعت بهم السبل بعد حظر التجوال. نقرأ الرسائل، وكان عماد طبعا آخر اتصال معنا. نقرأ الرسائل الواردة. السلام عليكم أستاذ محمد. والله يا أخي هؤلاء حرامات نسميهم حكومة، هم مافيات وعصابات ليس لهم معرفة بإدارة الدولة وخلية أزمة، ما يعرفون شيء من الأزمة. زين هم مو عملوا حظر للناس غير يوفرون مواد غذائية للناس. إن شاء الله الله يحاسبهم والشعب العراقي يحاسبهم. سعد الطائي، أبو سعد الطائي من الناصرية، شكرا لك. رسالة تقول: كل دول العالم عندما فرضت حظر التجوال بسبب كورونا أمنت الغذاء لشعوبها وجعلت معيشة المواطن من أولويات مهامها، إلا الحكومة في العراق في واد والمواطن في واد آخر. عمر من الأنبار. في رسالة لدينا: السلام عليكم. هذه الحكومة الفاشلة لو كانوا حكومة حقيقية لقاموا بإرسال طائرات للدول لجلب العراقيين المواطنين، بس دول حكومة يريدون قتل الشعب. رسالة تقول: عصابات القتل والخسة والإجرام تنتقم من الشعب العراقي وتساعد إيران المجرمة على إبادة وتدمير العراق بكل أنواع الإبادة الجماعية. سعد من السعودية، شكرا لك. تحياتي لكم. عملت إيران على محاور عدة متوازية للتأثير ومحاولة التحكم في القرار العراقي من خلال التعاطي مباشرة مع القيادات العراقية بين قوسين المشاركة ولاء. ماشي، شكرا يا ولاء. في رسالة: السلام عليكم، أنا أبو محمد من الرمادي. أستاذ محمد ناشدك على المختطفين سيطرة الرزازة. أستاذ محمد، إذا الحكومة انطت عفو يعني يطلعون مصيرهم وين؟ فدوى أستاذ محمد، أطلب وقفتك الإعلاميين، ونشكر قناتكم الشريفة إن شاء الله. والله كل مناشدة تأتي وكل رسالة تأتي لا نتوانى في عرضها ولا نتوانى في نشرها، هذا واجب وطني. ونتمنى إن شاء الله أنه كل الأبرياء في السجون يطلق سراحهم. في رسالة: مساء الخير قناة الرافدين، صوت الشعب العراقي، وين الحكومة؟ بس تعرف تبوق، خلي توزع الحصة التموينية، وين برهم صالح؟ الله يأخذ حق كل عراقي. وشكرا فاتن من ألمانيا، شكرا لك. أطلقوا سراح السجناء، هذا المطلب مطلبنا من أحد المشاركين لم يذكر الاسم. أستاذ محمد، دموعكم ودموع العم أبو زكريا تفطر القلوب. والله فعلا العراق مبيوع والبائعين هم خونة. العراق الجريح، الناس تنام قرب حاويات النفايات. الكثير من أبناء العراقيين فقط يحلمون بحياة عادية بسيطة لا أكثر ولا أقل. حكومة العراق غير آبها بالناس اللي بالداخل ولا اللي بالخارج. ندى من الدنمارك، شكرا لك. تحية لقناة الرافدين والعاملين بها. أنا من الأنبار، ولدي معوق من تاريخ 2003 بترويدة اليمنى إثر لغم أرضي وإثر مشاجرة مع المخبر السري، حكم عليه 15 سنة وتم إنجاز دعوته خلال 7 أشهر. دفعوا مبالغ ليذهب حتى يعترف ونطالب رئيس البرلمان أن يدافع عن أبناء المحافظة بدل الدفاع عن السراق. السلام عليكم، تحية لقناة الرافدين والجميع. إنما الصبر النصر، النظام العراقي حاليا بيد الإيران المجوس. أخوكم عبد الرحمن الحديثي مقيم بتركيا، شكرا لك. أم سعد من بغداد، السلام عليكم أخي محمد. هم مهتمين بالشعب داخل البلد حتى خارجه، هم موزعين المرض بكورونا. عندنا مستشفيات 2 بنيت في الزمن السابق. طيب شكرا لك. السلام عليكم، قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
يجب على الحكومة العراقية أن تخصص طائرة لإجلاء مواطنيها العالقين في الدول بسرعة. تحياتي إلى شباب الثورة صغار وكبار. أحد المشاركين يقول: هنيئا لك أستاذ محمد، هذه الغيرة على بلدك ودموعك غالية وبكيتني والله. حيدر من ذقار، أشكرك يا حيدر. السلام عليكم، أتمنى الفرج عن جميع السجناء إن شاء الله. يوسف من كركوك، السلام عليكم، أين حقوق الإنسان فيما يجري في سجون العراق؟ لماذا حقوق الإنسان لا تطالب في العفو؟ نناشد حقوق الإنسان بالعفو للمظلومين. السلام عليكم، وياك أم عبد الله من بغداد. أنا زوجي معتقل صار 13 سنة، والله يعلم بالحال، أناشد كل شريف ينظر بحالتي. أنا يتيمة الأب وما عندي معين، أطالب بتفعيل العفو العام. السلام عليكم أستاذ محمد، أريام من الأردن، شكرا لك يا أريام، عليكم السلام. طيب، الرئيس الأمريكي ومجلس الشيوخ، هذا رسالة ما لها علاقة بالموضوع. أحمد من كركوك، السلام عليكم أخي، إحنا نريد عفو عام، ليش كل الدول انطت عفو بس العراق؟ أبو مريم من بغداد، السلام عليكم، تحية طيبة للقناة، أسأل الله عز وجل أن يفرج عن المعتقلين. أنا كنت أسير عند القوات العراقية من قبل المخبر السري، وعند التحقيق ليس لديهم أي رحمة، وكنت أسير عند اليهود أهون من هذه الميليشيات الحكومية. السلام عليكم أخي محمد، أبو أحمد من الموصل، نناشد شيوخ العشائر بإطلاق سراح المعتقلين. أخي العزيز، رسالة: منين يأكل المسؤولين عندهم رواتب، واللي قاعد بالمجتمل 50 متر وعنده 7 نفرات منين يجيب؟ مرحبا أستاذ، أنا بنت الموصل وأخوتي 2 معتقلين، نريد العفو العام. رسالة: أناشد كل شهيد وعنده غيرة يلقى لي ابني انفقد. حمزة مثنى خليل إبراهيم أبو شهيد انفقد بتاريخ 10/1/2014. هاي ثاني رسالة، أوجه رسالة ما تقروها، لا إن شاء الله نقراها. بسم الله، رسالتي طبعا رسالة طويلة جدا، نريد الاختصار. أنتم قتلتم 800 نفس، 800 شهيد، وحرقتم قلوب الآلاف من الأهالي على أولادهم وأخوتهم وآبائهم. هل تتوقعون أن لعنة الشهداء ستترككم؟ لا والله لن تترككم. كل ما يجري الآن وما سيجري من عقاب رباني له أسباب كثيرة. شكرا لك، ما مكتوب الاسم بس أعتقد فتاة. بهذا وصلنا إلى الختام، هناك الكثير جدا من الرسائل مشاهدينا الكرام، لا يسعني الوقت لقراءتها. وصلنا إلى ختام الحلقة، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.